وما زلنا أيضا في الشأن العراقي، ولكن هذه المرة في التعاون العراقي المصري الأردني لإلقاء الضوء على هذه القمة المشتركة التي عقدت سابقا، الأردنية العراقية المصرية وآخر التطورات الخاصة بالعلاقات الثلاثية بين البلدان. بينضم إلينا السيد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيد السفير. أهلا بك يا فندم. إذن يعني عقدت أكثر من قمة الفترة الماضية، قمة ثلاثية مشتركة بين العراق والأردن ومصر، وحتى هذه اللحظة يتم ترجمة ما نتج عن هذه القمم على أرض الواقع. كيف ترى التعاون المشترك بين الدول الثلاث سيادة السفير؟ بكل تأكيد يعني استعادة اللحمة العربية والتضامن العربي والعمل المشترك هو أمر محمود جدا في ظرف تتعرض فيه المنطقة والبلدان العربية لضغوط إقليمية ودولية رئيسية وهامة، سواء كان الأمر يتعلق بالإرهاب والضغط الدولي أو التدخلات الإيرانية والتركية، بالإضافة لانتشار النزاعات يعني على خريطة الوطن العربي، الأمر اللي يجعل اللقاء المصري الأردني العراقي أمر هام جدا وضروري لتحقيق التضامن في هذا الجزء الهام والرئيسي من عالمنا العربي. العراق في أشد الحاجة لإسناد دبلوماسي عربي ودعم ومساندة لاستعادة دوره العربي القومي المؤثر، وبالتالي التوافق المصري الأردني على التعاون مع العراق على مستوى القمة هو أولا لتعزيز أواصر العلاقة بين البلدان الثلاث، ولكن أيضا لعودة العراق لممارسة دوره القومي، وكذلك أن العراق كما ذكر ضيفك الكريم يعني هو رافد اقتصادي هام جدا لعالمنا العربي، لابد من أن نسهم في دعم وتعزيز قدراته سواء كانت أمنية وعسكرية اقتصادية وسياسية، وبالتالي مثل هذه القمم لابد أن تترجم ببرامج عمل على مستوى القطاعات الفنية، سواء كان يتعلق بتنسيق سياسي أو تعاون اقتصادي وبنكي أو ربط كهربائي وبري وسككي، فللدول الثلاث موارد هامة، وإذا ما تم التعاون بين القطاع خاص البلدان الثلاث سننشئ سوق مشتركة للتبادل، سواء كان الأمر يتعلق بالمحروقات والغاز الطبيعي أو الكهرباء وغيرها من الموارد الكثيرة التي تزخر بها البلدان الثلاث. سيادة السفير دعني أذهب معك إلى زاوية أخرى في هذا النقاش، يعني كيف ترى الجذب إذا صح القول المصري للدول العربية التي كانت تعاني لفترة من الفترات إلى القمم الكبرى، إن كانت قمة أردنية مصرية شملت أيضا الجانب العراقي، ليقف على قدميه مرة أخرى؟ كيف ترى الدور المصري في هذا الشأن سيادة السفير؟ شوفي حضرتك، أنا بسميها المسؤولية الإقليمية لمصر، يعني مصر دولة تنهض وتحقق أهدافها بالنهوض بدورها العربي والقومي وكذلك دورها الإفريقي والمتوسطي، فهي دولة دور، ومن أهم الأدوار إذا ما كان لديك مشروع قومي كما هو قائم حاليا في مصر تتوخى له النجاح لابد من تحقيق أمن واستقرار إقليمي، وبالتالي نتفهم الدور القومي الهام والرئيسي لمصر بتقوم به في الملف الليبي، حالة الاستقرار في ملف منتدى شرق المتوسط الذي أنشأ آلية للتعاون تحافظ بها مصر على أمن منطقة المتوسط وتنشئ فيها إرادة عسكرية وأمنية قوية، كذلك في محيط البحر الأحمر لدينا منتدى البحر الأحمر للتعاون أيضا هو أحد الأطر والآليات اللي من خلالها مصر بتسعى لحوار بين أطراف الإقليم، كنا نتحدث عن شمال إفريقيا والمتوسط في هذا النطاق الاستراتيجي أو نتحدث عن نطاق البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كلها والمضايق كلها أمور مرتبطة بأمن مصر القومي، وأحد أدوات نجاحك على صعيد المشرق العربي تحقيق القضية الفلسطينية، خلق أواصر علاقات مع الأردن والعراق مؤسسية وتنموية كبرى، بالتالي علاقة أيضا بدول الخليج وجعل دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، هذا هو الدور الذي سميته يعني المسؤولية الإقليمية الملقاة على عاتقك. بالتأكيد. طيب دعني أختم معك بهذا السؤال سيادة السفير، تعلم أن العديد من الوعود قدمت إلى العراق في مجال إعادة الإعمار، بعضها لم يكن صادقا من الدول الغربية والأوروبية، ولكن يبدو أن هناك
ثقة جادة في الجانب المصري من قبل العراق في أن هذه الوعود بالطبع وبالتأكيد ستترجم على أرض الواقع فيما يتعلق بإعادة الإعمار واتفاقية الإعمار مقابل النفط، كيف ترى هذه الثقة العربية بالدور المصري ومكانة مصر عربيا سيادة السفير؟ كما يعني نشاهد جميعا ونعايش الخريطة الجغرافية لمصر تغيرت، يعني إذا صحيح. ما شاهدت 7000 كيلو متر طرق وعاصمة إدارية جديدة وكل هذه الإنجازات متعددة الجوانب والنهوض بالريف المصري، أنت بتتكلمي عن إعادة بناء دولة، وبالتالي صحيح. العراق كما هي لديه موارد وإمكانيات ضخمة، المجتمع الدولي يمكن أن يكون شريكا ذكي في التنمية، ولكن لن يبنيك إلا سواعدك ومواردك، بالتالي العراق بكل هذه الموارد العملاقة لابد أن يستطيع أن ينهض بأساسيات الحياة، وبالتالي الشراكات الدولية تأتي مكملة لجهد العراق وجهد مصر المشترك مع الأردن للنهوض بتجربة تنموية ناجحة، ولكن يبقى العراق بفكره وأبنائه وقدراته المالية هو الأقدر على النهوض بمقدراته، وبعد ذلك يأتي دور الشركاء الدوليين، من صحيح. كان حسن النية والجيران، من كان حسن النية ويبغي نهوض العراق ونموه سيقف إلى جانب العراق كما هو الحال بالنسبة لمصر، الذي تجد أن العراق والمملكة العربية السعودية وغيرها من الأقطار العربية هي مراكز ثقل لابد من صقلها حتى تستطيع الحفاظ والدفاع صحيح. عن الأمن القومي العربي ضد التوغلات التركية والإيرانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.